لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. المرتبة الرابعة من مراتب القضاء والقدر، وهي خلق الله لأفعال العباد وذكر الفرق المختلفة في ذلك، الذين قالوا أولا بأن العبد خالق لفعله، وأن أفعاله أفعال العباد خارجة عن مشيئة الله عز وجل ولا تدخل تحت قدرته، وهذا قول القدرية منهم المعتزلة. وذكر الفرق الأخرى المضادة لهذا القول، الذين قالوا أن العبد مجبور على أفعاله، مقهور عليها، لا تأثير له البتة. وكذا يعني قول من قال أن الأفعال العباد هي أفعال الرب عز وجل، والعباد فاعلون مجازا لا حقيقة. قال وقالت فرقة: بل أفعال العباد فعل الله على الحقيقة، وفعل العبد على المجاز، وهذا أحد قولي الأشعري. كيف يكون الزنا فعلا للرب عز وجل؟ نعوذ بالله من ذلك. كيف تكون السرقة فعلا للرب عز وجل على الحقيقة؟ لا شك أن هذا التعبير تعبير مستنكر، حتى ولو قصد صاحبه أن الله أقدر العبد، لكن هم يقولون العبد لا قدرة له على فعله، ولا مشيئة له مؤثرة في فعله. يقولون له مشيئة لا أثر لها، وله قدرة لا أثر لها. وهذا حقيقة الانفعال، أو حقيقة الأفعال الاضطرارية، أو أن فعل العبد على المجاز، أنه فعل على المجاز. زي مات الرجل، زي ولدت المرأة. المرأة مش هي اللي يعني بيجي لها الطلق فبتولد. مات الرجل فاعل، بس هو أميت، هو خرجت روحه رغما عنه. زي مرضته، الحقيقة مرضته دي انت مش فاعل، انت وقع عليك الفعل، ليس انك الذي فعلت المرض. فهذا حقيقة الانفعال، الانفعال الاضطرارية، دق القلب، جرى الدم. فده عدم اثبات افعال اختيارية يناقض الحس كما يناقض الشرع. يناقض الحس ان الناس بتفرق ما بين الافعال الاضطرارية والافعال الايه؟ الاختيارية، حسا وعقلا ووجودا. أما الشرع فقد قال عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت أن الاستقامة بمشيئة العبد، ومشيئته بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. هذا لا يلغيها، كونه سبب، كونه سببا في ولود فعله لا يلغى، وإن كان ليس بخالق ولا موجب. يقول: وقالت فرقة منهم القلانسي وأبو إسحاق في بعض كتبه: إنها فعل الله على الحقيقة، وفعل الإنسان على الحقيقة، لا على معنى أنه أحدثها، بل على معنى أنه الفعل، يعني صح تعبير، أنها كسب له. هذا الكلام قريب جدا من كلام أهل السنة، لولا يعني أن يقال أن هذا فعل العبد وفعل الرب. الحقيقة أن فعل الرب غير فعل العبد. فعل الرب الجعل والخلق، وفعل العبد هو الفعل نفسه. عشان كده شيخ الإسلام لما يقول في العقيدة الوسطية: فالعبد هو المصلي والصائم والبر والفاجر. هو يعني كذلك نقول هو السارق والزاني. فعل العبد الصلاة والصيام والبر، فعل البر والفجور فعله، والزنا والسرقة فعله. فعل الله عز وجل أن جعله كذلك،
رب يجعلني مقيم الصلاة. ما تقالش ان فعل الرب هو الصلاة، هو إقامة الصلاة، لا، فعل الرب هو أن جعله. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، الله جعلهم وهم مكروا. فهذا مكرهم في القرية، وما يعني قدر الله أن هذا يكون مكرا بهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالقول المزخرف الباطل يوحيه شياطين الإنس والجن لبعضهم، ليس أن هذا القول المزخرف هو قول الله ولا هو فعل الله ولا أنه إيحاؤه عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. هو هذا الفعل منهم بمشيئة الله، لكن فعلهم إيه؟ فعلهم معاداة الأنبياء، معاداة الرسل. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا. الشيطنة فعلهم، وصفهم، حالهم، أنهم شطنوا، بعدوا عن الحق، أوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كلها نسبت إليهم. إذن ليست أفعال الرب عز وجل، الله فعله هو الجعل، جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. كذلك وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، في شأن آل إبراهيم عليه السلام، إسحاق ويعقوب، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. فمن الذي يهدي بأمر الله؟ يعني يدل على أمر الله ويدعو إلى أمر الله ويبين للناس أمر الله، الأنبياء. وفعل الله أن جعلهم أئمة، كما أن فرعون وملأه يدعون إلى النار، والله جعلهم أئمة يدعون إلى النار. يبقى ما يصحش ان احنا نقول ان ايه، ان فعل الرب هو فعل العبد. لا، هذا فعل الرب غير فعل العبد. يقول: واما بقيه الكلام، اننا نثبت ان افعال العباد كسب لهم، ذلك انها تقع بمشيئتهم، وده معنى انه فعل على الحقيقه، بخلاف فاعل مجازا. مات الرجل، ده فعل مجازا. ضرب الرجل الرجل، ده فعل ايه؟ حقيقي، انه المقصود فعل ارادي. ذهب الى المسجد، ذهب الى الكنيسة، هذا فعل ارادي، ليس انه حمل. لذلك يقول ده فعل حقيقة، ليس محدثا، بمعنى ليس خالقا لفعله، لم يعني يخلق فعله ولم يجعل نفسه هو كذلك، وانما هو الذي فعل بارادته. أما الذي خلق فعله فالله عز وجل. تسمية الكسب على ذلك تسمية صحيحة، بشرط أن يجعل فعل الرب غير فعل العبد. أقول: وقالت طائفة أخرى: وهم جهم وأتباعه. طبعا جهمية قدرية، قدرية جبرية، يعني أن جهم وأتباعه غلاف الجبر. يمكن أن يقال عنهم قدرية جبرية بهذا الاعتبار، يعني أو القدرية الإبليسية، هذا استعمال مولود يعني، لكن استعمال الأغلب أن في كلمة القدرية هو إيه؟ اللي هم النفاة، القدرية النفاة. جهم وأتباع جبرية يثبتون الجبر وأن العبادة لا قدرة لهم. الجهم جمع أسوأ الاعتقادات، أدلك على أنه يريد إفساد هذا الدين، غلو في الإرجاء، غلو في إثبات القدر إلى درجة نفي إرادة العباد، وده كله يؤدي إلى تحلل الناس من الدين. الإرجاء الذي يقول أن الإيمان هو المعرفة أيضا يؤدي إلى ترك العمل. غلو في نفي الأسماء والصفات، القول بالحلول، يعني تعلم فعلا الجهمية جهم يريد هدم الدين، زنديق يريد هدم الدين. يقول: قالت طائفة أخرى وهم جهم وأتباعه: إن القادر على الحقيقة هو الله وحده، وهو الفاعل حقا، ومن سواه ليس بفاعل على الحقيقة ولا كاسب أصلا، أي ولا قدرة له أيضا على الحقيقة. ده الأشاعرة يفارقونهم في ذلك. الأشاعرة يقولون بأن للعباد قدرة ومشيئة لا أثر لها، والعبد كاسب. ما هو الكسب؟
عند الأشاعرة اقتران القدرة والإرادة بالفعل من غير أثر. الجهمية بقى واللي هم غلاه في الجبر يقولوا العبد ليس بفاعل ولا كاسب، ما فيش قدرة ولا إرادة أصلا. ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتلى بالماء. يقولون بل هو مضطر إلى جميع ما فيه من حركة وسكون، وقول القائل قام وقعد وأكل وشرب مجاز بمنزلة قوله مات وكبر ووقع. كبر يعني يقول لك فلان كبر، هو في الحقيقة عمل ايه؟ هو كبر لوحده، مش قصدي لوحده، انا جعله الله يكبر سبحانه وتعالى، يعني اقصد بلا فعل منه. ولا احنا بنكبر وبنطول بارادتنا؟ طب ما تطول شويه شيء يعني، احسن لك تطول شويه بدل ما طب الواحد يقول مثلا ده خلي سني يصغر شويه، دي كبر. كبر ده ليس ايه فعلا اختياريا. ووقع، وقع هو مش ماشي الكعبل، الكعبل دي مش هو اللي بيوقع نفسه. وطلعت الشمس وغربت، وهذا قول الجبرية الغلام. اللي بيوصل منهم للإباحية من خلال الجبر يبقى كافر، لأنه بيرى أن العباد في الطاعات والمعاصي والإيمان والكفر كله زي بعضه منفعلون، ولذلك فهم معذورون، ولذلك يطوي الشريعة بالكلية ويطوي التفرقة بين المسلم والكافر والبر والفاجر والمطيع والعاصي. ده أمر يعني خطر عظيم. الإباحية لهم طريقين يوصلوا من خلالهم، وزادوا في زماننا ثلاثة اللي بتقولوا ده، من خلال الغلو في الإرجاء اللي بيقولوا أن العبد يلزمه أن يقول ولا يلزمه أن يفعل. نقول الصلاة فرض ولا نصلي، نقول الصيام فرض ونفطر، نقول الزنا حرام ونزني، وهكذا. يقولوا إذن هم استباحوا المحرمات، وصلوا إلى الإباحية من خلال الغلو في الإرجاء، إن إحنا يلزمنا نقول بس وما يلزمناش الفعل، فاستباحوا الفعل. مش بس قالوا أن العمل ليس من الإيمان، لا، دول زادوا على ذلك أنه ما يلزمش. يعني في اختلاف بين الطوائف المختلفة في أن الإيمان يشمل العمل ولا ما يشملوش، لكن ما فيش حد قال ما يلزمش. حتى اللي قالوا أنه ليس من الإيمان، وده قول باطل قطعا، لكن قالوا يجب العمل. كونوا يقول للعمل الواجب ليس بواجب، الصلاة مش فرض، والزنا لا يلزمنا أن نترك الزنا، بس يلزمنا نقول الزنا حرام، يلزمنا نقول الصلاة فرض، ما يلزمناش لا الصلاة ولا يلزمنا إيه ترك الزنا، يكفينا القول. هذا إذا وصلوا إلى الإباحية، ده مسلك. مسلك الثاني في الإباحية ولاة الجبرية، اللي بيقولوا الإنسان لا دخل له بشيء، وأقاموا للخليقة العذر على الله عز وجل بعد الرسل، بعد بلوغ الحجة الرسالية. يقولون الناس معذورة بالقضاء والقدر، ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. كل عبد كفر زي ما يقول ابن الفارض، وإذا خر في البيد الأصنام عاكف فلا تعذ بالإنكار بالعصبية. ويقول وما عقد الزنار سوى يدي، وما حله بالإقرار سوى بيعتي. يعني عايز يقول ده اللي خلاهم مؤمنين وكفار وعباد أوثان، يبقى خلاص كل الدين ده شيء واحد. دول يصلون إلى أن الطاعة والمعصية طالما بقدر، والعبد لو شهد القدر يبقى خلاص. كما رأى رجل جاريته عبدا له يفجر يزني بجارية فيريد قتلهما، فقال أتركت مذهب ابن عباس وتركت الإيمان بالقضاء والقدر، أخذت بقول ابن عباس وتركت الإيمان بالقدر، القدر الذي فعله جعله يفعل ذلك. فقال له أنت حر لوجه الله. أذكرتني بالعقيدة الصحيحة يعني بقى، ونعوذ بالله من ذلك. مثل هذا الذي يحتج بالقدر على فعل الحرام والكفر، الإباحية من هؤلاء كفر أيضا. والطريق الثالث بقى، الإباحية بتوع الحرية
المطلقة بتوع زمان بتوع الغرب وأتباعهم من التغريبيين اللي بيقولوا الشريعة ما تلزمناش، فدول أبشع في الكفر والعذول. طبعا كل طائفة تصل إلى التحلل من الشريعة واستباحة الكفر والفسوق والعصيان ليس من أهل الإسلام. يقول: وقابله طائفة أخرى فقالوا: العباد موجدون لأفعالهم مخترعون لها بقدرتهم وإرادتهم، والرب تعالى لا يوصف بالقدرة على مقدور العبد، يعني على أفعال العباد، ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته، نعوذ بالله. الله يقول وهو على كل شيء قدير: الله جعلهم أئمة يدعون إلى النار، جعل آل فرعون، وجعل آل إبراهيم أئمة يهدون بأمره، وجعل إبراهيم مقيما للصلاة، وهدى أهل الإيمان، ودول يقولوا أفعال عباد لا تدخل تحت قدرة الله. يقول: كما لا يوصف العبد بمقدور الرب. ده عايزين يقيسوا عشان يجيبوا كلمة حق يريدون بها باطلا. هو العباد لا يوصفون بمقدور الرب، فعلا لا يوصفون بالخلق، مفروض ان انتوا تدخلوا في ذلك افعال العباد لانها ضمن الاشياء. الله خالق كل شيء، الله على كل شيء قدير. قالوا لا، لا يوصف الرب بالقدرة على مقدور العبد، كما لا يوصف العباد بمقدور الرب، ولا تدخل افعاله تحت قدرهم، تحت قدرهم. يقيس قياس باطل، أبطل القياس. لا شك أن مقدورات أن مقدورات الرب عز وجل لا تدخل تحت قدرة العباد، لا يوصف العباد بها. لا تدخل أفعال الرب تحت قدرة العباد. بس هم عندهم أن أفعال الرب متعلقة بخلق الذوات فقط وليس بخلق الأفعال. يقول: وهذا قول جمهور القدرية، وكلهم أي القدرية متفقون على أن الله سبحانه غير فاعل لأفعال العباد. نحن نأخذ هذا الحق الذي عندهم ونقول أن الله غير فاعل لأفعال العباد، لكن الله خالق لأفعال العباد. وفرق بين أن يكون فاعلا وبين يكون إيه؟ خالقا. الشر ليس من فعل الرب، الشر فعل العبد. الله الذي خلق الشر وخلق العبد وجعله يفعل الشر، جعله يفعل بإرادته التي خلقها الله له. يقول: واختلفوا هل يوصف بأنه بأن الله مخترعها ومحدثها وأنه قادر عليها وخالق لها، فجمهورهم نفوا ذلك. ومن يقرب منهم إلى أهل السنة كالنجار والضرار ومحمد بن عيسى اللي ذكر أقوالهم قبل ذلك، بس كانت مشكلتهم ايه؟ اللي هم قالوا انه كاسب، مش كده؟ اللي هو سبق كلامهم، اللي هو بيقولوا ان قدرة العبد مستقلة بإعانة قدرة الله له، فعاد الأمر إلى اجتماع مؤثرين على أثر واحد، لكن قدرة أحدهما وتأثيره مستند إلى قدرة الآخر وتأثيره. احنا قلنا الخطأ ده فين؟ في انه جعل قدرة العبد مستقلة بالتأثير في ايجاد المقدور، وقلنا ان هو ليس، هو قدرة العبد غاية ان يكون جزء سبب، وليس انه موجب، وليس انه مستقل بالتأثير. هم قالوا ان ربنا خلق للعبد قدرة وخلاص، فاكر مثلا النهر، هما ده الأمثلة اللي هي دي. اللي هو برغوث، اللي هو محمد بن عيسى الجهمي في الصفات، اللي هو يجوز وقوع فعل بين فاعلين بنسبتين مختلفتين، أحدهما يكون محدثا والآخر يكون كاسبا. هذا مذهب النجار وضرار بن عمرو ومحمد بن عيسى وحفص. فبيقولوا من ربنا محدث لأفعال العباد والعبد كاسب. الفرق بين هذا المذهب ومذهب الأشعري من وجهين: أحدهما أن أصحاب هذا المذهب يقولوا العبد فاعل حقيقة، وإحنا قلنا ده كلام أهل السنة، وإن لم يكن محدثا مخترعا للفعل، وده كلام بنقوله. الأشعري يقول العبد ليس بفاعل،
وإن نسب إليه الفعل، وإنما الفاعل في الحقيقة هو الله فلا فاعل سواه. هم بيقولوا وأهل السنة يوافقونهم على أن العبادة فاعلون حقيقة رغم أنها فعل اختيارية. المشكلة عندهم عند كل دول في أن الكسب عندهم أن الله جعل للعباد قدرة يستقلون بها في إيجاد الفعل، أنه تركهم، إن مفيش إرادة وقدرة على كل فعل بذاته، وده قول باطل. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، يبقى العبد ما لا يستغني عن الله طرفة عين. يقول ومن يقرب منهم إلى السنة أثبت كون أفعال العباد مقدورة لله، وأن الله سبحانه قادر على أعيانها، وأن العباد أحدثوها بإقدار الله لهم على إحداثها، وليس معنى قدرة الله معنى قدرة الله عليها عندهم أنه قادر على فعلها، هذا عندهم عين المحال، بل قدرته عليها إقدارهم على إحداثها. اللي هي قلنا، عشان كده قلنا ده قول التفويض، إن هو فوضهم في إيجاد الأفعال مستقلين بذلك. الغلط في هذه الجزئية. يقول فإنما أحدثوها بقدرته وإقداره وتمكينه، يعني قدرته أن جعل لهم قدرة، القدرة دي أصبحت مستقلة في أفعال العباد، في إيجاد الأفعال وإحداث الأفعال. طب إزاي يوصف الرب أنه مخترع ومحدث لأفعال العباد وأنه قادر عليها وخالق لها؟ اللي هم دول بيقولوا خالق لها، بمعنى خلق لهم قدرة مستقلة في إيجاد الفعل. يقول وأرباب هذه المذاهب مع كل طائفة منهم خطأ وصواب، يعني كونهم على بدعة ما يمنعش أن نأخذ منهم ليه الحق، يعني هم مبتدئين، رؤوس بدعة اسمه محمد بن عيسى الجهمي، ماشي كده، لكن في أجزاء من قوله أقوال إيه صحيحة، زي ما بنقول المعتزلة في قضية القضاء والقدر مش عندهم إثبات مشيئة العباد وأثرها في الفعل، ده كلام حق في الرد على الجبرية اللي بيقولوا أن العبادة لا قدرة لهم ولا مشيئة. بس مشكلة المعتزلة في الجزء ده إيه؟ إنهم قالوا أن قدرة العباد ومشيئة العباد مستقلة بالإيجاد، هي خالقة العباد يخلقون أفعالهم بها. الكسب عندهم أن العبد يخلق فعله بإرادته، ماشي كده، عشان قلنا هناخد الحق اللي عندهم ونرد الباطل. الجبرية في إثباتهم أن الله على كل شيء قدير بما في ذلك قدرته على إيه؟ أفعال العباد، ده حق لا شك في ذلك. مشكلتهم في أنهم جعلوا أفعال العباد هي أفعال الرب، جعلوا العباد لا قدرة لهم ولا مشيئة لهم، أو لهم قدرة ومشيئة لا أثر لها في الفعل. الحق يجي ازاي؟ ان احنا ناخد الحق من كل جانب ونضمه على بعضه الذي دل عليه الكتاب والسنة، ونرد الباطل اللي عنده، يوم يتفق الحق لنا. يقول مع كل منهم خطأ وصواب، بعضهم اقرب الى الصواب وبعضهم اقرب الى الخطأ، كل ما يبعد عن اهل السنة ويبعد عن الأدلة كل ما يبعد عن الايه؟ عن الصواب. وأدلة كل منهم وحججه إنما تنهض على بطلان خطأ الطائفة الأخرى لا على إبطال ما أصابوا فيه، فكل دليل صحيح للجبرية إنما يدل على إثبات قدرة الرب تعالى ومشيئته، وأنه لا خالق غيره، وأنه على كل شيء قدير، ولا يستثنى من هذا العموم فرد واحد من أفراد الممكنات اللي من ضمنها أفعال العباد. هو قال ليه كده الممكنات؟ عشان يخرج المستحيل اللي هو إيه؟
أن يخلق مثله؟ لما جيت فكر في السؤال الغبي ده، هل يقدر الله، مش ربنا على كل شيء قدير؟ طب يقدر أن يخلق مثله؟ فبيقول ده ممكنات، قادر على الممكنات مش على المستحيلات لذاتها. المستحيل لذاته ازاي؟ كلام متناقض في ذاته، ازاي يكون مثله وهو مثله ده غير مخلوق؟ مش كده؟ هو غير مخلوق، يبقى قادر ان يخلق غير مخلوق. عشان تعرف الكلام ده ايه؟ باطل متناقض، مستحيل لذاته. ما ينفعش يتقال ان ده يدخل تحت القدرة ولا لا. وحدانية الله وكونه الاول الذي ليس قبله شيء، وانه غير مخلوق سبحانه وتعالى، وانه غير مسبوق، وجوده غير مسبوق بالعدم، هذا الامر من صفاته الذاتية التي لا تتعلق بالقدرة والمشيئة، مثل صفة الحياة. هيقول لك هل يقدر ان يموت؟ زي ما النصارى بتكلموا في قضية لما تيجي تواجههم بالامر العقلي البدهي، ان الموت صفة ايه؟ نقص. يقول لك هو قادر يموت، لا قادر يموت ويسيب العالم. ده الحياة صفة تتبعها صفة القدرة، وليست هي تابعة للايه؟ لصفة القدرة. الحياة صفة تتبعها صفة المشيئة، المشيئة صفة الحي، وليس أن الحي إذا لا يشاء أن يموت. نقول له يبقى ده من كماله، ده الحياة صفة يعني لا تتعلق بالقدرة والمشيئة. الوحدانية أن يكون هناك انبثاق لإله آخر أو إلهين فيكونوا ثلاثة، الوحدانية صفة ذاتية لا تتعلق بالقدرة والمشيئة. الله على كل شيء من الممكنات قدير، المستحيلات لذاتها لا هي عدم، لا أشد من العدم، أشد من كلام متناقض في ذاته. وبالتالي فلا يوصف الرب بأنه إيه؟ قادر عليه، قادر على الموت، قادر على أن يخلق مثله، قادر على أن ينقسم ويصبح ثلاثة آلهة، عشرة آلهة، ينبثق منه ويولد منه، كل الكلام ده قطعا ويقينا باطل. يقول ولا يستثنى من هذا العموم اللي هو أن الله على كل شيء قدير فرد واحد من أفراد الممكنات. وهذا حق، ولكن ليس معهم دليل، هم الجبرية ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريدا فاعلا بمشيئته وقدرته، لأن القرآن دل على ذلك. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يبقى في مشيئة للعبد مش كده، وفي ايه فعل له هو الإيمان والكفر، دي أفعاله هو، أفعال العبد، العبد هو المؤمن والكافر، وليس أن الرب هو المؤمن والكافر، وليس أن الإيمان والكفر فعل الرب سبحانه وتعالى. يقول ليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون العبد قادرا مريدا، لو قدرة ولو إرادة، فاعلا بمشيئته وقدرته، فاعل حقيقة وليس فاعل مجازا. ولذلك قال وأنه هو الفاعل حقيقة، وأفعاله قائمة به، وأنها فعل له لا لله. السرقة والزنا دي أفعال مين؟ العبد. قامت بمين؟ بالعبد، هو اللي فعل الفعل ده، هو اللي قال الكفر والسب والشتم، متقالش ده فعل ربنا. الله خالق هذه الأفعال من خلال إرادة الإنسان وفعله، زي الأب والأم والولد، ربنا خلقهم التلاتة، بس خلق الولد من خلال أبيه وإيه؟ وأمه. ما ينفعش تقول لي هو إزاي بقى؟ يبقى ربنا خلقه هم اللي خلفه، ده بداها من البديهيات، انتوا كلكم قابلينها، ليه مش قابلين ان العبد بقدرته وإرادته يفعل الفعل والله خالق القدرة والإرادة والفعل؟ اشمعنى قابلتم ده في الولد من الوالدين؟ عارفين ان هم لا يخلقونه، ولكن هم ايه؟ انجبوه، خلفوه، تزوجوا وتعاشروا وحملت المرأة، يقدروا يقولوا ما احنا مالناش دعوة بيه، مش احنا اللي خلقناه يرموه في الشارع؟ اهو ده قول الجبرية اللي بيقولوا افعالنا دي مالناش دعوة بيها، لا نسأل عنها، ما انتوا اللي عملتوها هتسألوا عنها. مثلهم مثل اللي رموا ابنهم في الزبالة وقالوا احنا من اللي خلق يرزقه،
احنا ما خلقناهوش، ما انتوا صادقين في ان الله خلقه وان انتوا خلقتوش، لكن انتوا مسؤولين عنه. هي دي القضية، لان انتوا انجبتوه بفعلكم بزواجكم او بالزنا الذي وقع بينكم. ما ينفعش ترموه، ما تنفعش تقول انا مش مسؤول عن عملي عشان مش انا اللي خلقته. انت ما خلقتوش، لكن انت ايه اللي عملته؟ عملته ازاي؟ بارادتك وقدرتك. قلت طب انا اللي جبت نفسي قدره واراده. ربنا اللي جابها لك، بس هي موجوده، كون ربنا اللي خلقها فيك ما يعنيش انها ايه، انها معدومه او انت ما لهاش اثر، وانها افعال العبد يعني قائمه به لا بالله. فعل السرقه والزنا وشرب الخمر دي افعال قائمه بالعبد، فعل له لا بالله عز وجل. وكل دليل صحيح يقيمه القدريه فانما يدل على ان افعال العباد افعال لهم قائمه بهم، ان كل فعل يعني واقعه بقدرتهم ومشيئتهم وارادتهم، قائمه بهم، او الفعل نفسه القائم بهم، ان افعال العباد فعل لهم قائم بهم واقع بقدرتهم ومشيئتهم وارادتهم، وأنهم مختارون لها غير مضطرين. والاختيار هنا لإثبات أنها واقعة بالمشيئة، وليس أنها بمعنى لا قدرة لله عليها. مختارون لها غير مضطرين ولا مجبورين، وليس معهم دليل صحيح ينفي أن يكون الله سبحانه قادرا على أفعالهم وهو الذي جعلهم فاعلين. العقل الصحيح يستحيل أن يثبت شيئا غير ذلك، أن الله الذي جعلهم فاعلين. تعالوا نفكر كده شوية في الإنسان في أول وجوده، من مرحلة النطفة، من حركة الحيوان المنوي والبويضة. الحركة دي حركة لا إرادية من الإنسان، لأنه لسه ما اتوجدش أصلا، صح كده؟ وبيوجد جري من الحيوان المنوي في توجه معين لا يشعر به الإنسان، إلى أن يتكون الجنين بويضة، ثم ينقسم، ثم ينمو، ثم تخلق فيه الأجهزة اللي بيها هيبقى عنده الرغبات اللي هتتولد منها الإرادات، وأدوات القدرة هتخلق فيه. فكروا كده، مش رغبة الأكل والشرب تكونت بسبب وجود تجويف الجهاز الهضمي؟ وبدون الجهاز الهضمي ده لو كان مسدود ما كانش الإنسان جاع ولا خلق خلقا أجوف، فعلم أنه لا يتمالك. طالما في جوف فلا بد أن يريد أن يملأ هذا الجوف. الرغبة في النفس نتيجة إيه؟ نتيجة وجود جوف في الايه؟ في الرئتين. وده بداية يعني ارادات الانسان دي وجدت. وجود الجهاز التناسلي بعد 12 سنة 11 سنة 15 سنة بتوجد لديه الايه؟ الرغبة اللي بتدفعه، اللي من خلالها توجد الارادة اللي بيها ومراكز في المخ. كل الحاجات دي من الذي جعله؟ لو الحاجات دي ما اتخلقتش فيه مش هيريد، لن يريد الجنس الاخر. الحاجات دي كلها الرغبه في التملك، وهو يعني عنده سنه هي معدومه وهو جنين، ولا الجنين بيحب يتملك. بعد سنه ونص سنتين بالكتير تبقى اللعبه هي الايه؟ اللي عايز يتملكها بتاعته. ولو جه ولي عهد تاني ولا يشاركه في الازمه، يشاركه في الملكيه، يبقى ايه؟ عنده أزمة، يبقى عايز يموته، يخنقه، يفعص في عينه، ويقعد يعيط ويعمل زيه، وهو عايز يرضع مع والدته وهو خلاص اتفطم. وهكذا الرغبات دي اتوجدت، والإنسان عاقل لسه ما عاقلش، اتوجد لدي حب تملك. وبعد شوية لما ياخد مصروف عن 3 سنين و4 سنين يبقى ايه؟ يبدأ حب تملك المال، ويتصرف في الفلوس، وعايز الحاجة اللي يشتري بيها عشان عارف قيمة المال، ويبدأ. وكل رغبات اللي بالناس بتقتل بعضها ليه؟ عشان الفلوس والأكل والشرب والجنس، وبعدين الإرادات الأخرى الأسوأ اللي هي برضو توجدت بعد شوية، اللي هي حب الإيه؟ قهر الآخرين والعلو عليهم
الرياسة والملك وكل النزاعات اللي موجودة في العالم دي، مش دي إرادات والقدرات نفسها اتخلقت فيهم برضو الإيد والرجل والعقل والمخ، وكان في لحظة معينة ما كانش يقدر يخلي نفسه ذكي، كان يطلع منجل، كان يطلع الاي كيو بتاعه 20% دي يطلع ما يعرفش، مش قادر على شيء على الاطلاق. وقدامنا امثله كده، ولا نخلي الاي كيو بتاع الواحد مننا 140 سوبيريور عبقري، حد يقدر؟ اتخلق كده خلاص. ازاي بقى نقول بعد كده ان احنا خالقين؟ يعني انت خالق ايه يا جدع انت؟ ارادتنا وقدرتنا مستقله بالايجاد، يا للجهل المطبق ده. انت هي توجدت فيه خلقت قطعا ويقينا، ازاي تقول كده؟ ربنا الذي جعلك. طب استمرار هذه الاشياء، اقول لك يا دكتور ملوش نفس، الرغبه منعدمه، واحد جاي يشتكي عنده زهد مش شاعر بالرغبه في النساء، الله ايه الحكايه اللي حصل لك؟ انت بايدك ان انت تجعل هذا الامر؟ لا، ليس بيدك الامر ده، بدايه ونهاية وفي النص الله يجعلك. طب يجعلك، طب انا عم ذنب ايه بقى في الموضوع؟ مالكش ذنبك ان انت عملت الحرام، انت ليك قدرة وارادة. كون ربنا الذي خلق فيك هذه الاشياء ملغاش ان انت عندك ايه؟ قدرة وارادة. ما انت ايدك اللي بتضرب بيها واحد مظلوم وتجيب كهرباء وتعذبه، وملك وتقتل واحد تاني وتسرق فلوسه، ما ايدك دي ربنا الذي أقدرك على ذلك، ربنا اللي خلقها لك، رغبتك دي توجدت فيك عشان تعمل كده، بس انت اتوجدت فيك وانت ليك درجة من درجات التحكم في نفسك، عشان كده هتسأل عن ذلك. العقل السليم ما يقولش إلا نصوص الشريعة، الشريعة الحق فيها زي الصراط المستقيم أدق من الشعرة، ما فيش باطل يمكن أن يدخل إليها، والعقل السليم يوافقها تماما. نصوص الشريعة من أولها لآخرها لم تأتي بباطل قط، لا عقلا ولا نقلا، كلها حق لا شك فيه. عشان كده الفرق المختلفة دي سببها البعد عن الإيه؟ عن النصوص، عن نصوص الشريعة. لو هم التزموا نصوص الكتاب والسنة ما كانش حالهم بقى كده. الأدلة الصحيحة دي اللي عند كل طائفة تدل على بطلان ما يخالفها عند الطرف الثاني، بس ما تدلش على الباطل اللي عنده، ما عندوش دليل صحيح على الباطل اللي عنده، قربه من الدليل. عشان كده قضية الأدلة دي والعمل بالدليل والعمل بالنصوص هي مدار حضارة أهل الإسلام، وعليها قوتهم وانتصارهم وعلى الحضارات الأخرى، كلما عظموا الدليل. عشان كده أعداء الأمة عايزين يصرفوها عن قضية الدليل، عشان تخش الفلسفة وعلم الكلام والناس تقعد في قضية القضاء والقدر تحتس حوسة لا نظير لها، ولا يعرفوا إيه الموضوع ويتوهوا مع الاصطلاحات. لكن لما تلاقي كده لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله أهل التقوى وأهل المغفرة. تسمع إياك نعبد وإياك نستعين مع بعض، وتقولهم بتعبد فعلك مش كده؟ تعبد الله وحده، ولن توفق لذلك إلا إيه؟ بإعانة الرب على فعلك اللي أنت اخترته ده، وبهداية الله اهدنا الصراط المستقيم. قضية القضاء والقدر في الفتحة يعني عمدة أساسية، النص الثاني كله إثبات قضية القضاء والقدر. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية بالتوفيق للطاعة. طب إذا كان هو فعله يعني لا دخل له بأفعال العباد، يبقى إزاي أنعم عليهم؟ يبقى إزاي وما بكم من نعمة فمن الله، وأعظم نعمة هي الدين والتوحيد والإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إزاي إذا كانش له أن يهديهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم عشان عرفوا الحق وإيه؟ وأعرضوا عنه وردوه فوقع عليهم غضب الله
ولا الضالين، ضلوا بإرادتهم لما جاهلوا الحق بعد أن وصل إليهم. ليه؟ لإعراضهم عن الحجة. يعني دول عارفين وبيعملوا الغلط، ده المغضوب عليهم، والضالين أعرضوا عن الحجج فاعتقدوا نفسهم على الصواب. دي كلها مرتبطة بقضية القضاء والقدر والشرع. يقول: فأدلة الجبرية متضافرة صحيحة على نفي قدرة على من نفى قدرة الرب تعالى على كل شيء من الأعيان والأفعال، ونفى عموم مشيئته، اللي هم من نفى قدرة الرب على كل شيء، الأعيان والأفعال. مين دول؟ القدرية النفى، بيقول ربنا قادر على الأعيان وليس قادر على إيه؟ الأفعال، قادر على الذوات وليس قادر على أفعالهم، ونفى عموم مشيئته. هم دول القدرية، قالوا ما يشاء الأمور الشرعية فقط، لا يشاء الأمور القدرية الكونية من الكفر والفسوق والعصيان وغير ذلك، ولا الإيمان ولا أفعال العباد كلها، ونفوا عموم خلقه لكل موجود، وأثبت في الوجود، الأدلة متضافرة على من أثبت في الوجود شيئا بدون مشيئته وخلقه، بكلام القدرية كل ده. يقول: وأدلة القدرية متضافرة صحيحة على من نفى فعل العبد وقدرته ومشيئته واختياره وقال إنه ليس بفاعل شيئا. دول الجبرية اللي بيقولوا إن العبد ليس بفاعل، والله يعاقبه على ما لم يفعله ولا له قدرة عليه، بل هو مضطر إليه مجبور عليه. ما أشد ظلمهم لأنفسهم، ما أشد اتهامهم للرب عز وجل بالظلم، هو أبلسة الذين يتبعون إبليس حين قال ربي بما أغويتني، عايزون مش دعوة، مع إنه هو بيقول لا أقعدن لهم. الله، ما أنت بتعمل أهو، يبقى إيه بقى أغويتني؟ عايز تحتج على ربنا بالقضاء والقدر. يقول: وأهل السنة وحزب الرسول صلى الله عليه وسلم وعسكر الإيمان لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، بل هم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه، وهم مع هؤلاء فيما أصابوا فيه، وكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه، وهم براء من باطلهم، فمذهبهم جمع حق كل الطوائف بعضه إلى بعض حتى في الأديان. يعني أهل الإسلام في شأن المسيح أخذوا من الحق الذي في قول اليهود من أنه عبد ليس برب، مش كده؟ وتركوا الباطل الذي عند اليهود في أنه ابن زنا وأنه كذاب، نعوذ بالله، وأخذوا الحق الذي عند النصارى في أن المسيح صادق، وتركوا الباطل الذي عند النصارى في أنه إله، أخذوا الحق الذي عندهم في أن مريم عفيفة وأنها ليست بغية، وتركوا الباطل الذي عندهم في أن مريم أم الإله. الكلام ده بقى موجود في كل شيء. أخذوا الحق الذي عند المشبهة من إثبات الصفات الإلهية، وتركوا الباطل الذي عندهم من أن الرب مثل العباد، التمثيل. أخذوا الحق الذي عند المعتزلة ومن وافقهم من النفاة في الصفات، أخذوا الحق الذي عندهم من أن الله ليس كمثله شيء، وأنه لا يجوز أن يوصف الرب بأنه يشبه العباد، وتركوا الباطل الذي عندهم من نفي الصفات. وهكذا في كل المسائل. أخذوا الحق الذي عند الخوارج في أن مرتكب الكبيرة مستحق للعقوبة وأن منهم من يعاقب، وتركوا الباطل الذي عندهم من أنه مخلد في النار وأنه كافر. أخذوا الحق الذي عند المرجئة في أن من قال لا إله إلا الله فلا يخلد في العذاب، وتركوا الباطل الذي عندهم من أن
الإيمان لا يدخل في العمل، لا يدخل فيه العمل، وهكذا في كل الفرق. هم مذهبهم جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض، والقول به ونصره وموالاة أهله، جمع ذلك من وموالاة أهله من ذلك الوجه، ونفى باطل كل طائفة من الطوائف، أو جمع حق كل الطوائف ونفي، ويعني وجمع بين نفي بين هذا قبول الحق وبين نفي باطل كل طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجه. فهم حكام بين الطوائف لا يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق، ولا يردون حق طائفة من الطائف، ولا يقابلون بدعة ببدعة، ولا يردون باطلا بباطل، ولا يحملهم شنآن قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم. يعني الخوارج بيكفروا أهل السنة، المعتزلة بيكفروا أهل السنة، الشيعة بيكفروا أهل السنة، إحنا بناء على ذلك لازم نكفرهم؟ لا، لا يلزم، حتى تقام عليهم الحجة في أقوال مكفرة. هم يعدلون مع الخصوم، يقول بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مقالاتهم بالعدل، والله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين الطوائف، فقال فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. الآية دي معجزة، يقول فأمره سبحانه أن يدعو إلى دينه وكتابه، فلذلك فدع للكتاب المنزل، وأن يستقيم في نفسه كما أمر، واستقم كما أمرت، وأن لا يتبع هوى أحد من الفرق، ولا تتبع أهواءهم، الذي ترك الباطل، الذي كل عند إيه؟ الذي عند كل طائفة. هنتبع الكتاب المنزل، هنترك الباطل الذي عند كل طائفة الذي هو من هواهم، وأن يؤمن بالحق جميعه. قل آمنت، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، الحجج التي دل عليها الكتاب والمسائل التي دل عليها الكتاب يقول بها، يؤمن بها، يعتقدها، يعمل بها، ولو تفرقت بين الفرق. الحق الذي عندهم نقبله، الحق الذي عندهم نقبله، الحق الذي عندهم نقبله، نؤمن بما أنزل الله من كتاب، مصدر الوحي، السنة شريحة له، مبينة له، عادت إليه، فالوحي المنزل هو الذي نؤمن به. وأمرت لأعدل بينكم، يقول ولا، يعني يؤمن بالحق جميعه، لأنه قال بما أنزل الله من كتاب، كل الكتب، ولا يؤمن ببعضه دون بعض، وأن يعدل بين أرباب المقالات والديانات. استفادات قيمة عظيمة من الآية الكريمة. أنت إذا تأملت هذه الآية وجدت أهل الكلام الباطل وأهل الأهواء والبدع من جميع الطوائف أبخس الناس منها حظا وأقلهم نصيبا، لأنهم أهل أهواء لا يؤمنون بما أنزل الله من كتاب. ليه؟ الآيات اللي مش على هواهم يكفروا بها، يحرفوها، يأولوها على أنواع مختلفة من الرد لها، يخدم اللي هو وافق هواهم، اللي هو فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب بما لديهم فريحون، حزبوا الدين، فرقوه، آمنوا بجزء وتركوا بجزء، يؤمنوا ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يؤمنوا بكتاب المنزل ويكفرون بالكتب الأخرى، نعوذ بالله. يقول ووجدت حزب الله ورسوله وأنصار سنته هم أحق بها وأهلها، وهم في هذه المسألة، أو هم أحق بها وأهلها، وهم في هذه المسألة وغيرها من المسائل أسعد بالحق من جميع الطوائف، فإنهم يثبتون
قدرة الله على جميع المولودات من الأعيان والأفعال. الأعيان هي الذوات، والأفعال هي الاضطرارية والاختيارية، ومشيئته العامة العامة الشاملة يعني للأفعال الاختيارية والاضطرارية، ولمشيئة وشاملة لخلق ذوات أصحاب الخير وأصحاب الشر، وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه، خلافا كل ذلك المعتزلة والقدرية، وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقع تحت مشيئته. يقول أن ينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه ولا هو واقع تحت مشيئته، ويثبتون القدر السابق وأن العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منه، وأنه لا يشاءون، يثبتون أنه لا يشاءون إلا أن يشاء الله لهم، ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته، اللي هو قوله فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، اللي هو الفعل نفسه، وأنه ما شاء كان، ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، ولا تخصيص عندهم في هاتين القضيتين بوجه من الوجوه، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، دول قضيتين، ما شاء الله كان فيش تخصيص له، تشمل الخير والشر، ما لم يشأ لم يكن تشمل الخير والشر، القضية الثانية يعني. والقدر عندهم قدرة الله وعلمه ومشيئته وخلقه، فلا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بمشيئته وعلمه وقدرته، فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة، فهم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة. ذكر متواتر معروف بين المسلمين، والكلام فيه عن الأفعال لا عن الذوات، لأنه يقول لا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال، لا قدرة للعباد إلا بالله، لا قوة إلا بالله. الذكر العظيم جدا ده ما فيهوش لا قوة إلا لله، مع أن القوة لله جميعا، ولكن هنا إلا بالله عشان يثبت أن في قوة للعباد بس إيه؟ بالله عز وجل. وكذلك حول العبد لا حول له إلا بالله، فالله يفعل من ضمن فعله أنه يجعل العبد يفعل بقدرته ومشيئته. يقول هم المؤمنون بلا حول ولا قوة إلا بالله على الحقيقة، كنز من كنوز الجنة، قضية اعتقادية في المقام الأول، لا حول ولا قوة إلا بالله، بدل ما الناس كتير بتقولها كده من غير ما تستحضر يعني كان كونها كنزا من كنوز الجنة فعلا. يقول إذ هم يقولونها هم المؤمنون بها على الحقيقة بلا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قالها غيرهم على المجاز، المجاز ده دول القدرية النفاة أو الجبرية برضو، إن اللي بيقولوا ما فيش قوة أصلا بالعباد، لو ما لهمش قوة، لا الذكر العظيم ده بيثبت إن هم لهم قوة لكن إيه؟ بالله لا بأنفسهم. يقول إذ العالم علويه وسفليه وكل حي يفعل فعلا فإنه يفعله بقوة فيه على الفعل، وهو في حول من ترك إلى فعل، تحول من حال إلى حال، ومن فعل إلى ترك، ومن فعل إلى فعل، لابد أن يثبت العبد كده، وذلك كله بالله تعالى لا بالعبد، يعني هو فيه قوة لكن الله الذي جعلها. إذن القوة دي غير مستقلة غير موجبة، يؤمنون بأن من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، زي ما قلنا غير مستقلة وغير موجبة قوة العبد وقدرة العبد وحول العبد، وغير معدومة أيضا. يؤمنون بأنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأنه هو الذي يجعل المسلم مسلما والكافر كافرا والمصلي مصليا والمتحرك متحركا، وهو الذي يسير عبده في البر والبحر، وهو المسير والعبد السائر، نص الآية، وهو الذي يسيركم في البر والبحر.
المسير يجعله يسير، وليس معناه أن العبد مجبور مكره لا اختيار له، ولكن هو مسير مخير له اختيار ومشيئة، ومشيئة الله عز وجل نافذة فيه، فالعبد يسير والله يسير. عشان كده قال العبد هو السائر المتحرك، والعبد السائر هو المسير، والعبد السائر العبد يفعل والله يفعل، يجعله يفعل والله عز وجل يفعله، يفعله أي يجعله إيه؟ يفعل. الله هو المحرك والعبد المتحرك، وهو المقيم، رب اجعلني مقيم الصلاة. الله أقامه والعبد القائم، وهو الهادي والعبد المهتدي، وأنه المطعم والعبد الطاعم، وهو المحيي المميت والعبد الذي يحيا ويموت. نقول هنا بعد ما جاب الأفعال الاختيارية كلها تحت مشيئة الله، ذكر أفعال الاضطرارية المحيي المميت، ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازا. يرد على الأشعار اللي بيقولوا أنه مجاز لا حقيقة، يقول وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول، المفعول المخلوق، والفعل فعل الرب، فعل الرب ليس هو المفعول، ليس هو المخلوق الذي هو فعل العبد. عشان كده قلنا فعل الرب ليس هو فعل الايه؟ العبد. يقول كما حكاه عنه البغوي وغيره، فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة، وهي مفعولة لله سبحانه مخلوقة له حقيقة. فالذي قام بالرب عز وجل علمه وقدرته ومشيئته وتكوينه أفعاله عز وجل، والذي قام بهم هو فعلهم وكسبهم وحركاتهم وسكناتهم، فهم المسلمون المصلون القائمون القاعدون حقيقة. العبد صلى والله جعله مقيما للصلاة، والله عز وجل خالق العبد وخالق فعله، وهم وغيرهم هم الكافرون التاركون للصلاة، القائمون في معصية الله، القاعدون على الاستهزاء بآيات الله حقيقة. وهو سبحانه هو المقدر لهم على ذلك، القادر عليه على أفعالهم، الذي شاءه منهم وخلقه لهم، ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته، ومشيئتهم وفعلهم بعد مشيئته، فما يشاءون إلا أن يشاء الله، وما يفعلون إلا أن يشاء الله. أولانية وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئتهم بعد مشيئته، وفعلهم بعد مشيئته اللي هي وما يذكرون إلا أن يشاء الله. إذا وازنت بين هذه المذاهب، بين هذا المذهب وبين ما عداه من المذاهب، وجدت هو المذهب الوسط والصراط المستقيم، ووجدت سائر المذاهب خطوطا عن يمينه وعن شماله، فقريب منها وبعيد وبين ذلك. قل قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.